السكه الحديد في الطريق البري. سكه الحديد قطار فائق السرعه طبقا للمواصفات الاوروبيه انه يكون نظيف اللي هو فقط كهربائي. فالمشروع لما يتنقل من العين السخنه على البحر الاحمر للعالمين على البحر المتوسط ربط البحرين الاحمر والمتوسط الاثنين. الكلام اللي ما قالوش كان الوزير او ما كملوش لانه ما قدرش يفسع عن كل حاجه انه هيمتد بتاع العالمين الى ليبيا ومن ليبيا لتونس وهيمتد بتاع العين السخنه الى بورسودان ومنها الى شرق القاره الافريقيه كمشروع دولي بترعاه وتمول جزء كبير منه القاره الاوروبيه وبنوك التمويل ومؤسسات التمويل ومنها الجايكا لربط القارتين لتسهيل التجاره. مصر اختاروها هي والمغرب علشان يعملوا الموضوع ويجي لهم الفن. المغرب خلصت القطار الكهربائي السريع. المغرب خلصت وسلمت قطار الكهرباء لفائق السرعه اللي هو جزء من مشروع ضخم ربط القاره الافريقيه بالقاره الافريقيه. وانا فتحت الخليج جبل طارق وانا بس عشان الناس بتبص بشكل يعني بنبص قدام عين. وسع الصوره من فضلك وانظر نظره وكانك بتنظر بتلسكوب مش مايكروسكوب. بص على الصوره من بعيد. انا ده تعليقا بس على مشروع ايوه لا